مدارس عنيزة الأهلية، تعليم رائد لجيل واعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس إيمان، مدرسة الماس في مدرسة عنيزة الأهلية المسار المصري. إن شاء الله النهاردة حبيباتي هنحل بعض الإكسرسايز على ليسون 8 لبريب 2 اللي بيتكلم عن الأوبريشن on the cube root. تعالوا حبايبي نشوف هنحل مع بعض إيه. حبيبي طيب تعالوا نشوف اول اكزامبل عندنا هنا. بيقول لي find in the simplest form cubic root 2 plus cubic root 16 plus 2 cubic root 54. تمام، نعمل ايه حبيبي؟ هنشوف اول حاجه طبعا cubic root 2 طبعا ما ينفعش ان انا اعمل لها simplify اكتر من كده، فهتفضل زي ما هي. تمام، وبعد كده عندنا 16، فال 16 دي عباره عن ايه؟ cubic root ال 8 multiply 2. تمام، ليه اخترت ال 8؟ لان ال 8 اقدر ان انا اطلعها بره الكيوبيك روت. تمام، plus 2 multiply كيوبيك روت لل 54 اللي هي عبارة عن 2 multiply 27. تمام، لان عندنا 27 اقدر ان انا اطلعها بره الكيوبيك روت ب 3. تمام، طبعا عندنا الكيوبيك روت هتفضل زي ما هي لل 2، يبقى كيوبيك روت لل 2 بلس ال 8 هتطلع بره الكيوبيك روت، هتطلع ب 2، يبقى بلس 2 كيوبيك روت لل 2. تمام، بلس عندنا هنا في 2 هتطلع بره 27، هتطلع بره الكيوبيك روت ب 3، هعمل لها مالتبلاي 2 هتدينا 6، يبقى 2 مالتبلاي 3 هتدينا 6 كيوبيك روت لل 2. تمام، فبقى كلهم كيوبيك روت لل 2. تمام، نعمل سميشن بقى، عندنا ده يعتبر 1 بلس 2 ايكوال 3 بلس 6 هتبقى 9، يبقى 9 كيوبيك روت لل 2. تمام حبايبي، تعالوا نشوف الاكزامبل اللي بعد كده. بيقول لي كيوبيك روت لل 24 نيجاتيف 2 كيوبيك روت لل 3 بلس كيوبيك روت لل 81. تمام، طب هنعمل ايه دلوقتي حبايبي؟ اولا عندنا كيوبيك روت 24 دي عبارة عن ايه؟ 3 ملتبلاي 8. تمام، نيجاتيف 2 كيوبيك روت ال 3، لان طبعا ما ينفعش ان انا اعمل لها سمبليفاي اكتر من كده. وعندنا ال 81 اللي هي عبارة عن بلس كيوبيك روت ال 81 هي عبارة عن 3 ملتبلاي 27. تمام، بعد كده هنطلع ال 8 دي بره الكيوبيك روت، هتطلع ب 2، يبقى يجيب الانسر 2 كيوبيك روت ال 3 نيجاتيف 2 كيوبيك روت ال 3. تمام، بلس 27 هتطلع بره الكيوبيك روت ب 3، يبقى بلس 3 كيوبيك روت لل 3. تمام، فنلاقي عندنا هنا 2 كيوبيك روت لل 3 نيجاتيف 2 كيوبيك روت لل 3، فممكن الاثنين دول كده يروحوا مع بعض لان ده بوزيتيف وده نيجاتيف، يبقى الانسر بتاعي ايكوال 3 كيوبيك روت لل 3. تمام حبايبي، طيب تعالوا نشوف الاكزامبل اللي بعد كده. بيقول لي كيوبيك روت لنيجاتيف 54 بلس كيوبيك روت 16 نيجاتيف كيوبيك روت 250. تمام، فانا عندي النيجاتيف دي ممكن تطلع بره، يبقى اخليها نيجاتيف كيوبيك روت ال 54 اللي هي عباره عن 2 ملتبلاي 27. تمام، بلس كيوبيك روت 16 كيوبيك روت 16 اللي هي عباره عن كيوبيك روت 8 ملتبلاي 2. تمام، نيجاتيف كيوبيك روت 250 اللي هي عبارة عن ايه حبايبي؟ اللي هي عبارة عن 2 multiply 125. تمام، فعندي النيجاتيف 27 هتطلع بره الكيوبيك روت، هتطلع ب 3، يبقى نيجاتيف 3 كيوبيك روت 2 بلس ال 8 هتطلع بره الكيوبيك روت ب 2، يبقى بلس 2 كيوبيك روت 2. تمام، ومين اللي هيطلع عندنا هنا بره؟ اللي هي ال 125 هتطلع بره ب 5، يبقى نيجاتيف
5 كيوبيك روت 2. بعد كده حبايبي نيجي نعمل السمشن ما بينهم، عندنا نيجاتيف 3 بلس 2 هتدينا نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 اند نيجاتيف 5 يبقى هتدينا نيجاتيف 6 كيوبيك روت ل 2. تمام حبايبي؟ كده حبايبي تعالوا نشوف وسامبل 4، بيقول لي هنا كيوبيك روت لل 81 بلس كيوبيك روت لل نيجاتيف 24 نيجاتيف 3 كيوبيك روت لل 1 اوفر 9. هنعمل ايه هنا حبايبي؟ اولا عندي كيوبيك روت لل 81 اللي هي عباره عن 3 ملتبلاي 27، يبقى انا عملت ال 81 اللي هي عباره عن 3 ملتبلاي 27. تمام، هنا ممكن اطلع النيجاتيف بره، يبقى هتدينا النيجاتيف كيوبيك روت وال 24 اعملها عباره عن 3 multiply ال 8. تمام، يبقى انا عملت 24 3 multiply ال 8. تمام، بعد كده عندنا negative 3 cubic root لل 1 over 9. قلنا لما نلاقي عندنا هنا حاجة 9 تحت cubic root أو any number تحت cubic root بنعمل multiply في السكوير بتاعه. يعني أنا أعمل هنا المفروض multiply 9 باور 2، وهنا برضو over 9 باور 2. تمام، هيتدينا هنا بره، يبقى 27 هتطلع بره عندي هنا ب 3، يبقى 3 كيوبيك روت ل 3، يبقى اول واحدة هتطلع 3 كيوبيك روت ل 3. نيجاتيف ال 8 هتطلع ب 2، يبقى نيجاتيف 2 كيوبيك روت ل 3. تمام، نيجاتيف 3 وعندنا هنا دي 9 ملتبلاي 9 باور 2. تمام، فهتطلع بره، يعني يعتبر 9 باور 3 هتطلع بره الكيوبيك روت، هتطلع ب 9 بس هتطلع تحت في الايه، في الدينومينيتور. تمام، يبقى 3 اوفر 9 ملتبلاي كيوبيك روت 9 باور 2. 9 باور 2 اللي هي عبارة عن ايه؟ 9 ملتبلاي 9 اللي هي يعتبر 81. تمام، هننزل زي ما هي 3 كيوبيك روت لل 3 نيجاتيف 2 كيوبيك روت لل 3، وعندنا هنا ال 3 اوفر 3 ايكوال 1، وهنا اوفر 3 ايكوال 3، يبقى نيجاتيف 1 اوفر 3 كيوبيك روت ل 81 اللي هي عبارة عن 3 ملتبلاي 27. تمام، هتطلع عندي 3 كيوبيك روت لل 3، هنزلهم زي ما هما لان انا ما عملتش فيهم حاجه، خلاص انا كده وصلت للسيمبلست فورم فيهم. تمام، كيوبيك روت لل 3. تمام، وعندنا 27 هي اللي هتطلع بره ب 3. تمام، فهتطلع 3 اوفر 3 هتروح مع بعض هتدينا نيجاتيف 1. تمام، يبقى نيجاتيف وهيتفضل لي جوه النيجاتيف كيوبيك روت لل 3. تمام، تعالوا بقى نشوف السمشن بتاعهم. هنا 3 نيجاتيف 2 هتدينا 1 كيوبيك روت لل 3 مع نيجاتيف كيوبيك روت لل 3، فهنلاقيهم يروحوا مع بعض لان ده كده مع ده هنلاقيهم نيجاتيف 3 كيوبيك روت لل 3، ودي كده بوزيتيف 3 كيوبيك روت لل 3، فهيدينا الانسر في الاخر ايكوال ايه؟ ايكوال 0. تمام حبايبي، تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي نمبر 5 كيوبيك روت كيوبيك روت لل 108 نيجاتيف 2 كيوبيك روت لل 4 نيجاتيف كيوبيك روت لل 1 اوفر 2. تمام حبايبي، فانا هبص انا عندي هنا يعتبر النيجاتيف 2 كيوبيك روت لل 4 ديت يعتبر السيمبلست فورم، مش هقدر ان انا اعمل لها سيمبليفاي اكتر من كده، فانا لازم ان انا ال 108 اللي انا اعملها عباره عن ملتبلاي تو نمبر، واحد منهم هيبقى ال 4. تمام، فانا هلاقي ان ال 108 ديت هي عباره عن كيوبيك روت لل 4 ملتبلاي 27، ال 4 ملتبلاي 27 عشان 27 تطلع بره الكيوبيك روت ب 3. تمام، نيجاتيف 2 كيوبيك روت لل 4 هتفضل زي ما هي لان دي كده السيمبلست فورم بتاعها. تمام، نيجاتيف كيوبيك روت لل 1 اوفر 2 قلنا هنعمل ملتبلاي في الايه، هنا ملتبلاي نومينيتور اند دينومينيتور ايه 4 اللي هو 2 باور 2. تمام، السكوير بتاعها. تمام، فانا عندي 27 هتطلع بره الكيوبيك روت هتطلع ب 3، يبقى 3 كيوبيك روت
للفور نيجاتيف 2 كيوبيك روت للفور، تمام حبايبي؟ نيجاتيف عندي هنا مين اللي هيطلع عندي؟ 2 ملتبلاي 4 هتدينا 8، هتطلع بره بنيجاتيف 1 اوفر 2 لان هي عبارة عن جوه نيجاتيف، هتطلع جوه اللي هي 1 اوفر 8، هتطلع بره نيجاتيف 1 اوفر 2 ملتبلاي كيوبيك روت للفور، تمام؟ فهم عندنا دلوقتي يعتبر هم شبه بعض، تمام؟ عندي 3 كيوبيك روت للفور، نيجاتيف 2 كيوبيك روت للفور، نيجاتيف هاف كيوبيك روت للفور، فهنلاقي عندي الانسر في الاخر هيطلع هاف كيوبيك روت للفور، تمام حبايبي؟ يبقى ده كده الانسر بتاعي. طيب تعالوا نشوف بعد كده نمبر 6، بيقول لي هنا كيوبيك روت لل 3 نيجاتيف كيوبيك روت لل 4 ملتبلاي كيوبيك روت لل 6، نركز فيه هنا ملتبلاي هنا جوه، تمام، بلس 3 كيوبيك روت لل 1 اوفر 9، تمام. اولا عندي هنا الكيوبيك روت هنا وفي ما بينهم ملتبلاي، يبقى انا ممكن انا اعمل لهم اخلي كيوبيك روت وملتبلاي تحت الروت، تحت الكيوبيك روت، تمام. يعني اقدر اقول له هنا كيوبيك روت لل 3 يعتبر دي هي سمبلست فورم، نيجاتيف كيوبيك روت لل 4 ملتبلاي 6، 4 ملتبلاي 6 اللي هي يعتبر 24، تمام، بلس 3 كيوبيك روت لل 1 اوفر 9، ال 1 اوفر 9 اللي هي يعتبر 1 اوفر 9، هعمل لها ملتبلاي 9 باور 2 ملتبلاي 9 باور 2 نومينيتور اند دينيميتور، تمام حبايبي. يبقى انا عندي ده طبعا السمبلست فورم بتاعها اللي هي روت لل 3 نيجاتيف كيوبيك روت لل 24 اللي هي عباره عن 3 ملتبلاي 8 بلس، عندي 3 هنا هتفضل، مين اللي هيطلع لها؟ 9، 9 باور 3، تمام، بس هتطلع عندي اوفر 9، تمام، ملتبلاي كيوبيك روت للايه؟ لل81، تمام. هيتفضل لي هنا كيوبيك روت لل3 زي ما هي، تمام، نيجاتيف ال8 هتطلع بره ب2، يبقى نيجاتيف 2 كيوبيك روت لل3، تمام. عندي هنا نعمل سمبليفاي، اوفر 3 ايكوال 1 اوفر 3 ايكوال 3، يبقى بلس 1 اوفر 3، وهنا كيوبيك روت لل81 اللي هي عبارة عن 3 ملتبلاي 27، تمام. فيتفضل لي هنا برضو كيوبيك روت زي ما هي، كيوبيك روت لل3 نيجاتيف 2 كيوبيك روت لل3، تمام. كل دول بينزلوا معايا زي ما هو، بدل انا خلاص خلصت وعملت لهم سمبليفاي ولسه عندي هنا في ترم شغاله فيه، فهما بينزلوا زي ما هو لغايه ما ايه اعمل له سمبليفاي في الاخر خالص، تمام. ال 27 هتطلع بره الكيوبيك روت ب3، هتبقى هنا 3 اوفر 3 اللي هي يعتبر 1، يبقى بلس كيوبيك روت لل3، تمام حبايبي. عندنا كيوبيك روت لل3 بلس كيوبيك روت لل3 هتبقى 2 كيوبيك روت لل3، وهنا نيجاتيف 2 كيوبيك روت لل3، فلاقيهم كلهم هيروحوا مع بعض والانسر بتاعي يطلع في الاخر ايكوال 0، تمام حبايبي. وبكده حبايبي ان شاء الله نكون حلينا بعض الاكسرسايز على ليسون 8، القاكم ان شاء الله في درس جديد. اشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.